السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا اللي موجودين عندنا في واحد، طبعا مسرح واحد قطر مول، وطبعا بنكون معاكم من أول إلى رابع أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية وعيدكم مبارك. أهلا وسهلا أصدقائي، أهلا وسهلا. طبعا اكيد اصدقائي تعودنا ان احنا نكون على معاكم على مسرح واحد قطر مول، واكيد ما راح اكون بروحي، بيكون معي صديقي ذكي. اوه طارت الورقه يا محمد، اين هي الورقه؟ هنا يا ذكي. اهلا 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 بك يا محمد، طبعا كل عام وانت بالف خير، وكل عام والاصدقاء بالف خير، واهلا وسهلا بكل الاصدقاء الذين انضموا الان لمشاهده هذا البرنامج، برنامج الاصدقاء في حلقاته الخاصه بعيد الاضحى المبارك. اهلا وسهلا بكم ونحن بانتظاركم هنا يوميا على مسرح الواحه في قطر مول، طبعا يوميا خلال ايام عيد الاضحى المبارك من الساعه الرابعه حتى الساعه الخامسه عصرا، لكي تشاركوا معنا هنا بالمسابقات وتفوزوا بالجوائز. اهلا وسهلا بكل الاصدقاء. اهلا وسهلا من جديد. اهلا وسهلا. محمد اهلا. اليوم عيد جديد. اكيد كنا هنا في عيد الفطر السعيد، والان نحن هنا في عيد الاضحى المبارك. معنا مسابقات، تحديات مسليه، وجوائز كثيره للاصدقاء. طبعا هذه الجوائز مقدمه كلها من جهات موجوده هنا في قطر مول، مشكورين. الجهات هي كيدز موندو، راش اكستريم لاند، وكذلك سي هاوس كافيه، مايورال، الريان اوتيل، ثور 974، واديداس. اكيد اصدقائنا طبعا هذه الجوائز المقدمه طبعا من مول اوف قطر هني عندنا على مسرح واحد قطر مول، والمشاركين الاصدقاء اللي موجودين معنا، ما عليك سوى صديقي انك تحضر الساعه 3 وتاخذ طبعا السواره اللي راح نختار منها القرعه اللي موجوده عند صديقي ذكي، والرقم اللي موجود بيطلع معنا المسابقات. الارقام كلها موجوده معنا هنا، من هو رقم؟ من اشوف الارقام، اشوف فوق، من هو رقم؟ باللون الأحمر اليوم. باللون الأحمر طبعا، كل يوم بلون معين، اليوم هو اللون الأحمر، غدا هو اللون الأخضر أو الأزرق أو الأصفر أو البرتقالي، الله أعلم. لا نعرف، ولكن التحديات بانتظار الأصدقاء، ونحن هنا بانتظار الأصدقاء لنتعرف على أصدقاء جدد من أصدقاء برنامج. ذكي 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 ذكي، قبل ما نبتدي يا ذكي، ماذا لازم نتأكد من الأصدقاء هم جاهزين ولا لا؟ لا أعرف، جاهزون؟ لا 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 لا، ما عجبتوني صراحة، جاهزين ولا لا؟ هكذا اذا جاهزون الاصدقاء، جاهزين لنبدا بسحب الارقام ولنرى الرقم الاول، من سيكون معنا او من ستكون معنا هنا على المسرح. الرقم الاول هو يلا يا ذكي. هذا الرقم الاول يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الرقم الاول 99. تسعة وتسعين. الرقم 99. الرقم الثاني هو يلا يلا يا محمد الثاني. بسرعة بسرعة بسرعة، إن شاء الله يا ذكي إن شاء الله. الرقم سبعة. سبعة. سبن. الرقم الثاني أو الثالث. ثالث. حتى الآن لدينا الرقم 99. سبعة والرقم 99. الرقم الجديد هو يلا الرقم أسرع الثالث. أسرع أسرع. 33. 33. يلا الرقم الرابع والأخير هو، أنا سأقول هذا الرقم الآن. أهلا وسهلا. أهلا 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 أهلا، تفضل. الرقم هو 35. 35 أو 35. أنت تعرف على الأصدقاء موجود؟ كم أنت رقمك؟ سبعة. وتعال البطل، تعال. 99. هلا والله، أهلا وسهلا. السلام عليكم، عيدك مبارك. السلام عليكم، عيدك مبارك. السلام عليكم، عيدك مبارك. من ما تبقى لنا؟ باقي عندنا سبعة و99 99 33 7 و35 35 غير موجود. 35 يوجد طفل يرقد، هل هو الرقم 35؟ 35 موجود؟ لا لا موجود. موجود. انت عرف على الاصدقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ اهلا اهلا، تفضل. ميساء. ميساء عاشت الاسامي، كم عمرك ميساء؟ انا عمري 11. 11 سنه، العمر كله. ميساء اليوم اول يوم من ايام عيد الاضحى المبارك. نعم. شنو سويتي؟ تفضل يا حمزه. اول يوم عيد رحنا فطرنا. اوكي. وزرنا الاحباب. حلو.
ورحمة الله. خذيتي عيدية أكيد؟ طبعاً أكيد إن شاء الله، واليوم بعد تقليل العيدية من برنامج الأصدقاء إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. البطل خلي الكاميرا تشوفك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخبارك؟ تمام. شو اسمك؟ سعد. سعد، سعد أنت اليوم مشارك معنا في الحلقة الأولى من برنامج الأصدقاء، بتفوز إن شاء الله؟ بتفوز على الأصدقاء اللي موجودين؟ إيه شكلهم ترى لعيبة، وعندنا إحنا مسابقات صعبة. سعد بتفوز ولا لا؟ إيه. شنو حاب تقول حق الناس اللي يشوفونك على شاشة قناة الريان بمناسبة العيد؟ يعني مثال عيدك مبارك. عيدكم مبارك. عساك من عواده يا سعد. خلينا نتعرف على الاصدقاء اللي عندك يا بكي. انظر من معنا يا محمد. اوه اهلا وسهلا، اهلا وسهلا صديقنا الدائم. اهلا اهلا وسهلا. انا اعرف اسمك يا حمزه، ولكن عرفي نفسك للاصدقاء. انا اسمي حمزه، مرحبا. اهلا وسهلا يا حمزه. هو من اقدم الاصدقاء معنا، ودائما دائما يشارك معنا في كل البرامج عندما نكون خارج الاستوديو، صح يا حمزه؟ صح. واليوم نورنا يا حمزه، واليوم ان شاء الله بتشارك معنا. طبعا طبعا، هو من اصغر الاصدقاء معنا حتى الان. كم كان عمرك؟ 7 سنوات؟ لا لا، 5 3 هذا. ما شاء الله. والان 10. والان 10 سنوات. هو اقدم الاصدقاء، صفي كلي حمزه. اهلا اهلا. ما اسمك؟ شو اسمك؟ صدام. صدام، اهلا وسهلا بك يا صدام. كم عمرك يا صدام؟ 6. 6 سنوات. تريد ان تلعب معنا؟ ايه. وتريد ان تفوز تاخذ هديه؟ ايه. ما الهديه تريد ان تاخذها؟ هل تعرف ما هي الهديه؟ تعرف شو هي الهديه؟ شو؟ ما هي الهديه؟ هدايا كثيره يا ذكي، هدايا وجوائز. اذا يا محمد دعنا نذكر الاصدقاء بالهدايا. الهدايا للمشاركين معنا اليوم هي مقدمه من كيدز موندو، من راش، ومن اكستريم لاند. اكيد، وانا جاهز صراحه. الان سنبدا بالمسابقه الاولى. ايه. سنبدا مع صدام وسعد. سعد. طبعا حمزه ستبقى هنا، وميس ميسا 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 ايضا ستتفضلين هناك، واذا احتجنا للمساعده ستساعد حمزه، سيساعد صدام، وميسا ستساعد سعد. أوكي. اوكي محمد اشرح هذه اللعبه. اوكي اصدقائنا اللي موجودين معنا في واحد قطر مول، والاصدقاء اللي يشوفونا على شاشه قناه الريان الفضائيه، نفس ما انتم شايفين عندنا بعض الاسم اللي موجوده عند سعد وموجوده عند صدام. شكرا يا ذكي. طبعا عندنا اللون الاخضر السهم الى اليمين، واللون البرتقالي السهم للاسفل، واللون الاحمر السهم للاعلى، واخر شيء السهم الازرق، السهم الازرق لليسار. طبعا ما على الاصدقاء سوى ان يضعوا اللون المناسب على السهم المناسب بحسب الاتجاه. صدام، اعتقد ان صدام بحاجه للمساعده. حمزه تفضل. ميسا تفضل. تعال ميسا. اذا ميسا وحمزه سيساعدان الأصدقاء صدام وسعد، ومعهم دقيقتان فقط ويبدأ الوقت الآن. يلا يلا، خذ يلا، تاخذ الأسهم من هنا، بس ما يصير جون قدام. ايوه بس هني، تعال الاتجاه. أيوة. انظروا هنا الى الاتجاهات. شوفي. لا 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 لا، يلا صدام. اي بالضبط، لازم انظروا الى الاتجاهات. يلا من هنا. نفس شكل السهم ونفس اتجاهه. يلا، الاحمر فوق، البرتقالي تحت، الازرق يسار، والاخضر يمين. يلا يلا، تابع بسرعه. يلا، من بفريق صدام هنا؟ من بفريق صدام؟ من فريق سعد. انا مع فريق سعد. صدام سيفوز. سعد يفوز، صدام سيفوز، سعد يفوز. انا متاكد، لان حمزه يساعده ايضا. ما يساعد. يلا يلا يلا، اسرع. يلا يا سعد، يلا ما يساعد. يلا بسرعة يا حمزة، بسرعة يا حمزة. انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا. الاتجاهات بالألوان الموجودة هنا على اللوحة، على هذه اللوحة. يلا، لازم الاتجاهات نفس الأسهم. إلى اليسار بالأخضر، تحت باللون البرتقالي، فوق باللون الأحمر، وإلى اليمين باللون الأزرق. وطبعا نذكر الأصدقاء بأن الجوائز لهذه الفقرة مقدمة من كيدز موندو، من راش، ومن اكستريم لاند. يلا أسرع. يلا يا سعد. يلا يا صدام. يلا ما يسوء، تأكدوا أن الاتجاهات صح. الأزرق يسار، الأحمر فوق، البرتقالي تحت. يلا أسرع، كم تبقى لنا من الوقت؟ 20 ثانية. يلا 20 ثانية. ها 20 ثانية، تأكدوا من الاتجاهات.
عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد انتهى الوقت. توقف يا سعد، تعال إلى هنا، تعال هني يا سعد. أعتقد بأن الأصدقاء قد لنرى هنا مع صدام. أوكي. لدينا واحد صح، اثنين صح، ثلاثة صح، أربعة صح، خمسة ستة، تعالوا إلى هنا، تعالوا إلى هنا، تعالي ميت نرى على الكاميرا. ستة صح، سبعة ثمانية تسعة عشرة 12 13 14، كل الأسهم صحيحة صافي، كل صدام وحمزة. يلا يا محمد لنرى. طبعا عندنا واحد صح، اثنين صح، ثلاثة صح، أربعة صح، خمسة صح، هذا غلط، ستة صح، سبعة صح، ثمانية صح، تسعة صح، عشرة، 11 صح، 12 13 14 15 16 17 18 صح وواحد غلط. هل أنت متأكد يا محمد؟ واحد غلط. إيه؟ أعتقد بأنك أخطأ. والله؟ كيف أخطأ محمد؟ أي واحد؟ كيف أخطأ محمد؟ من يعرف كيف؟ هل هذا صحيح؟ لا يعني فوق يمين. هل هذا صحيح؟ ماذا؟ صح أو كلا؟ خطأ. هل هذا صحيح؟ يسار. لا. هل هذا صحيح؟ بعد لا. ماذا ايضا؟ هذا صح. هاي صح. خطا. بعد خطا. ماذا لدينا ايضا؟ وهذا خطا. يلا الف مبروك. طبعا يا محمد، هنا الهدف من هذه التحديات هو التسليه، ولكن الجميع فاز. خلينا نقول لهم الف مبروك. تفضل يا سعد، الف مبروك. تفضل يا صدام، تعال من هنا يا سعد، تفضل من هنا. صدام، من مع صدام ومن مع سعد؟ من هناك الأصدقاء سعد وصدام. إلى اللقاء. شكرا يا سعد وصدام. باي باي، مع السلامة. انتبه يا صدام، باي باي. أوه يا ذكي. ها الآن وصلنا مع ميساء وحمزة. أين لدينا صندوق هنا؟ لدينا صندوق. هني هني هني. أين هو الصندوق؟ هلا ساعدك شوي. أين هو الصندوق؟ ضعت ضعت ضعت، أين هو الصندوق؟ إذا سأخذ هذه من هنا. خلها ساعدك شوي. لحظة لحظة، يلا يا محمد. وأنا سأضع هذه لأن التحدي الآن هو تحدي البينج بونج. أكيد. يلا يا محمد، تفضل معي من هنا لو سمحت. يلا. محمد. بسم الله. دقيقة يا ذكي دقيقة. يلا يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة. أوه. التعاون سر النجاح. ها ضعها هنا. لحظة سأخذ هذه لو سمحت يا حمزة، شكرا. والآن سنضعها هكذا، انتبه. والطاولة. والآن الطاولة بهذه الطريقة. أوكي. تمام. يلا يلا. ما هو هذا التحدي يا محمد؟ هاي التحدي يا صديقي ذكي هو تحدي البينج بونج. وطبعا يا صديقي ذكي عندنا الارقام نفس ما انتم شايفين اعزائي المشاهدين والاصدقاء الموجودين، عندنا 10 بعدين 20 30 واخر واحده 40 نقطه. فما على الاصدقاء ذكي، ممكن كره واحده؟ اوكي. ما على الاصدقاء سواء انهم يسوون بينج. ما جات، فلازم تجي على حسب النقاط. اعرف هذا التحدي يا حمزة. بعدين نجمعهم مع بعض والاكثر نقاط هو اللي راح يفوز. يلا اذا سنبدا مع ميسا. ميسا تفضلي. يلا لديك دقيقتين. خلينا نبتدي العد العكسي مع بعض، عندك دقيقتين. اوكي يلا العد العكسي مع بعض، ثلاثة اثنين واحد. يلا يا ميسا. يلا ميسا اسرع 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 لنرى كم كرة سوف تدخل. شوي شوي شوي. ميسا ماذا تعتقد كم كرة؟ تعال تعال تلقيها. كم كرة؟ يلا توقع توقع. 20 يا بالقوية. أستطيع أنا. أيوة 40 نقطة. كم واحدة؟ 20. لن أستطيع أن أسمعك. يقول بأن 80. 80 الأولى أم الثانية؟ ثانية ثانية. 40 و40. ثانية. 120. نحن بحاجة إلى الآلة الحاسبة. 120. يا الله أربعينات بس. أسرع أسرع أسرع. 120 و40 160. إذا كم لدينا الآن؟ 160. 40 أربع مرات. يلا يا ميساء يلا يا ميساء ركزي. يلا 160 حتى الآن. يلا يا ساي يلا يا ميساء. شوي 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 شوي.
يلا اسرع اسرع اسرع. ايوه 20 180 يلا 20 طلعت 200 لا طلعت طلعت 20 220 ها يلا اسرع 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 30 طاري يلا يلا يا ميسا يلا 40 يا ساتر يا ميسا يلا كم بقى من الوقت يلا 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 اسرع 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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انتهى الوقت. اذا لدى ميسا 260 نقطة لميسا حتى الان. قولها تستاهل ميسا. كفو يا ميسا. دورك الحين. يلا تفضل يا حمزة لنرى حمزة. لحظة يا حمزة. بدينا هكذا اسهل. يلا. جاهز يا حمزة؟ يلا. العد العكسي. العد العكسي مع بعض. يلا ثلاثة، اثنين، واحد، يلا. يلا يلا يا حمزة يلا يا حمزة. ميساء كم رقمك؟ كم انت جبتي؟ 260 260 حلو. يلا, يلا يا حمزة يلا يا حمزة تركيز. شجعوا حمزة. حمزة حمزة. هل لدينا أي كرة هنا؟ لا يلا. ولا كرة لحن. يلا يا حمزة الله يا حمزة يلا. أبو ميساء الروح الروح الرياضية. شجعين حمزة ولا لا؟ طبعا. حمزة 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 30 حمزة حمزة يلا اقوى اقوى يلا حمزة حمزة 30 حمزة 40 حمزة يلا يا حمزة تركيز بس تركيز اقوى 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 يلا باقي دقيقة يا حمزة دقيقة واحدة يا حمزة 30 اسرع 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 يلا 30 يلا يلا ورا بعض ورا بعض تجي والله تجي 30 يلا يا حمزه 30 أكثر 30 أكثر. لا 260 لميسا فهل سيكسر الرقم حمزه ام لا هنشوف يلا يا حمزة 62 لميسا وحمزة 40 لا 20 ثانية يلا يا حمزة يلا يلا حمزة يلا, يلا حمزة. حمزة طبعا نذكر بأن الهدف الأساسي من هذه التحديات 40. هو التسلية ولكن الكل فائز معنا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انتهى الوقت. إذا جمعت ميسا في هذا التحدي 260 نقطة. أما حمزة الصديق الدائم للبرنامج فللأسف يا حمزة جمعت فقط 270 نقطة. ألف مبروك لحمزة في هذا التحدي. ألف يا ميسا وحمزة. وطبعا الهدايا هي مقدمة من اكستريم لاند وكيدز موندو وراشد. تفضل يا ميسا. ألف مبروك. تفضل يا البطل. ألف مبروك لميسا وألف مبروك لحمزة. ابقوا معنا هنا. الآن سنتوقف يا محمد مع فاصل بسيط. انظر إلى الكاميرا الآن. يلا خلينا نشوف الكاميرا. رأيك أن تقول فاصل فاصل ونواصل لا او جملة محمد جملتي لا تروحون بعيد لا تروحون بعيد احنا راجعين يلا لا تروحوا بعيد احنا راجعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد أصدقائنا من جديد مستمرين معاكم على مسرح واحد قطر مول وصلنا معاكم للفقرة الثانية وطبعا الفقرة الأولى يا صديقي ذكي كانت فقرة
نوعا ما صعبة. ماذا؟ الفقرة الأولى كانت صعبة يا محمد. الفقرة الأولى كانت سهلة جدا سهلة؟ واليوم طبعا اليوم كانت المسابقات حتى الآن سهلة، وذلك لأنه اليوم الأول من العيد، وطبعا كل الأصدقاء أكلوا كل الحلويات، لذلك لا نريد أن يتعرضوا لأي نوع من الجهد العضلي. ولكن بكرة غدا بكرة طبعا أكيد من الغد التحديات أصعب. أنتم جاهزون للتحديات؟ جاهزون؟ أصدقاء جاهزين، وأنا أيضا جاهز يا محمد. طبعا لدينا تحدي جديد أيضا لهذا العيد، وهو تحدي الكرات. لدينا الكرات هناك، ومن سيأخذ الكرات أو من سيشارك بهذا التحدي سنعرف من سحب الكرة مع محمد. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيني الرقم الأول. أكيد الأرقام عندك. 1-2 تفضل. الرقم الأول هو 94. 94 94 94. يلا بسم الله. الرقم الثاني أعتقد بأنها ميورة. ميورة ميورة كانت تقول لي بأنها تريد أن تشارك. الرقم الثاني هو 64. 64 64 و 94 ها أو 64. يلا يلا الرقم الثالث تفضل. الرقم الثالث هو 51. 51 الرقم الأخير. 51. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وصلوا الأصدقاء. أهلا وسهلا. الرقم الرابع. الرقم الرابع ميورة. حي الجماهير حي الجماهير. سلمي سلمي على الجماهير. سلمي سلمي على الجمهور. أهلا 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 أهلا. يلا الرقم الرابع والأخير لهذا التحدي هو 81 أو 81. 81 أو 81. جاهزين؟ أوكي. إذا نذكر بالأرقام 51 أو 51، 64 أو 64، 94 أو 94، و 81 أو 81. أنهينا 1-2-3. تبقى لدينا واحد. 51. غير موجود؟ يلا خلينا نسحب رقم غير 51. رقم جديد بدل الرقم 51. يلا بسم الله. طبعا نذكر الجمهور بأنه في نهاية الحلقة جوائز مخصصة بالجمهور فقط من دون المشاركة، وهي جوائز للعائلات. يلا لنرى الرقم الجديد بدل الرقم 51. الرقم الأخير 78. 78. ياي الفرحة موجودة. أهلا أهلا وسهلا. أنا اسمي دارين. أهلا وسهلا بك يا دارين، كل عام وأنت بألف خير. كيف كان أول يوم من العيد؟ أنا جميل. أين ذهبت؟ ذهبت زرت العائلة. عائلتي هم هنا؟ لا. أين هم؟ عيدي عليهم سلمي عليهم. أهلا 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 أهلا. ذكر الأصدقاء باسمك. باسمك؟ أنا اسمي دارين. دارين أهلا وسهلا بك يا دارين، وكل عام وأنت بألف خير. تعالي إلى هنا باور باف جيرل. أهلا وسهلا بك. ما اسمك؟ ميورة. اسمها ميورة. أهلا وسهلا بك يا ميورة. كم عمرك يا ميورة؟ 5 سنوات. 5 سنوات. وأنت بأي صف يا ميورة؟ أنا بالبسمة. بال؟ بسمة. بسمة. طيب وماذا فعلت في أول يوم من أيام العيد؟ أين ذهبت اليوم؟ انظري هناك حتى يراك الأصدقاء. أين ذهبت اليوم؟ وين رحت؟ بالهون. أهلا وسهلا. أيضا من معك هنا؟ من معك هنا؟ من هنا؟ مين في معك؟ في سعاد. سعاد أهلا وسهلا بسعاد. ومن أيضا؟ من أيضا؟ وبابا كمان. بابا كمان أهلا وسهلا ببابا كمان. ومن أيضا؟ ويزن كمان. يزن كمان. يزن أين أنت يا يزن؟ أهلا وسهلا بك يا يزن. طيب أهلا وسهلا بك يا ميورة، وسنرى بعد قليل ما هو التحدي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. أخبارك البطل؟ الحمد لله. الحمد لله. عرفنا على اسم الكريم. أحمد. عاشت لسامي أحمد. أحمد طبعا اليوم بالصدفة أن اليوم لون الأرقام باللون الأحمر، وإنت أي لون لابس؟ أحمد. إن شاء الله. أحمد طبعا اليوم مشارك معنا في برنامج الأصدقاء اليوم الأول،
طبعا باقي عندنا 4 أيام، تتوقع اليوم ان شاء الله بتفوز؟ ان شاء الله. ان شاء الله. شنو سويت في اول يوم عيد؟ جيت هنا. جيت هني وفي البيت حصلت عيادي اول شيء؟ اهم شيء، اهم شيء العيادي اكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبارك؟ الحمد لله. انا من ساعة سمعت فرحة الرقم، شلون فرحة الرقم كانت؟ كبير الحمد لله. الحمد لله، وان شاء الله تكون اكبر لما تفوز معانا. ان شاء الله. عرفنا على الاسم الكريم. كرم فرحان المقداد. والله ونعم يا كرم. كرم انت اليوم شارك معانا في برنامج الاصدقاء، شنو حاب تقول حق الاصدقاء اللي يشوفونك على شاشة قناة الريان بمناسبة العيد؟ تفضلي. كل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير وصحة وسلامة يا صديقنا كرم. سنبدأ بالتحديات يا محمد. اكيد. التحدي الاول مع الشباب مباشرة. شباب اوكي، نشرح التحدي يا صديقنا. التنين كرم. كرم. والبطل احمد. احمد. احمد وانت كرم المقداد، ومع بعض تجمعون اسم صديقي المفضل واسمه احمد المقداد. اوه حلو. اهلا وسهلا بكما. طبعا التحدي هو ادخال الكرات. معك هنا هذه اللوحه، معنا هنا هذه اللوحه باللون البرتقالي ولوحه باللون الاخضر، وفيها بعض الفتحات هنا باللون الاخضر الاحمر او الرمادي او الازرق، ومعنا هناك سلال فيها الكرات. ما عليكم سوى ان تذهبوا الى هناك لكي تحصلوا على الكره باللون باللون المناسب لكي تضعوها هنا. لكن أوكي. يا صديقي ولكن هناك ولكن تحدي. يلا يا محمد جرب. انا ذكي. يلا يا محمد. يا ما اقدر يا ذكي. يلا تحدى يا محمد. اذهب 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 لكي تحصلوا على الكرات عليك بينهم بهذا النفق. يلا يا محمد. على فكره رايتك يا محمد عرف بانك لا تستطيع الدخول هناك. تقدر تطلع ولا لا؟ لا انا دودة. اطلع اطلع خلي اصدقائي. لحظة لحظة لحظة. اذا تاخذون الكرة من هنا ثم تعودون داخل النفق لتضعوها هناك. اوكي؟ اوكي تدخلون النفق. هل اعتقدت بان التحدي سهل؟ لا ليس بسهل، والاصعب يبدا غدا ان شاء الله. اكيد. يلا 3 2 1 يلا. بو 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 بو. اسرع اسرع. علق داخل كذا وانزل. ايوه بسرعه بسرعه. ضاع الولد. يلا لا يلا ادخل ادخل. روح معروف ده. عطى عطى عطى. يلا تعال من هنا. لا 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 من هنا هكذا تضعها هنا. واحدة واحدة واحدة. يلا اذهب اذهب اذهب. هذه هني. ايوه لا 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 لا. اسرع اسرع اسرع. اسحب هذه. ايوه المايكي. لا يلا يلا احمد يلا احمد. يلا وي اسرع وي. اسرع. ركز ركز. ايوه ايوه يلا أيوة. هنا دخل 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 عادي. اوكي واحده هذه اذا كنت. أيوة. يلا. يلا لا 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 من هنا. يلا بالحبل بالحبل. يلا باللون الاخضر باللون الاخضر. لا لا واحد لا. نقطه واحده. يلا كم نقطه عندك؟ كم كوره؟ يلا يا احمد برافو برافو. تابع تابع تحت تحت. اللون الازرق هذه لازم تروح اللون الازرق. او يلا ايوه اوكي راحت. يلا اثنين عندي كورتين للحين. اثنين اثنين. نحن لدينا كره واحده. يلا يا احمد. اعتقدتم بان التحديات سهله. لا 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 التحديات صعبه. يلا حط عدل ولكن مسلي صح. يلا من هنا 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 ازرق. يلا 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 انتبه انتبه. اوبا ايوه يلا روح. يلا 3 كرات ذكي والله. يلا 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 يا احمد. يلا يا احمد. يلا يا كرم. يلا يا كرم. احمد يلا اسرع 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 يا احمد اسرع. اوكي بعد روح 20 ثانية. 20 ثانية. فوق 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 بعد يوم فوق. يسار يسار يسار. اسحب هذا فوق فوق فوق. ايوه ايوه يلا. 4 كرات حق كرم. يلا تحت تحت تحت. لا 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 انا لا افعل شيء. يلا 6 5 4 3 2 1 انتهى. خلاص 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 خلاص. كم كرة؟ خلصنا. كم كرة لكرم؟ 4 كرات حق كرم. لحظة أريد أن أعرف رأي أحمد بهذا التحدي. أنا بعرف كرم شنو سوى باقي. ما رأيك بهذا التحدي؟ صعب أم لا؟ متأكد؟ شوي شوي أم كثيرا؟ شوي شوي؟ يعني نعيد هذا التحدي غدا إن شاء الله مع أحد الأصدقاء؟ كيف والآن تريد الجائزة أم لا؟ أريد تريد الجائزة؟ ولكنك خسرت؟ كم جمع كرم؟ كم جمعت؟ 5 4
أربعة. خمسة. إيه خمسة واحدة قطيتها. أما أحمد فجمع ثلاثة، ولكن طبعا التحدي هو للتسلية، أما الفوز فللجميع. بنقول لهم ألف مبروك، ألف مبروك يا صديقنا كرم، صديقنا أحمد. تفضل يا أحمد. طبعا الهدايا مقدمة من كيدز موندو، من راش، ومن إكستريم لاند. من هنا كرم. أحمد وكرم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا حلوين. أهلا وسهلا. التحدي الآن جميل. يلا شنو التحدي الحين؟ الآن تحدي الجولف. عاد الجولف تعرفون تلعبون جولف؟ خذ هذه يا محمد إلى هناك لو سمحت. الله ساعد الأصدقاء. وأنا سأجلب هذه الكرات. دارين سنضعها هنا هكذا كي يستطيع الأصدقاء أن يروا كيف تكون هذه اللعبة. يلا يا محمد من هناك. يلا بسم الله. أعطني هذا. أوكي. لا تنكسر. واحد اثنان. أوب. إلى الأمام. إلى الأمام. هناك 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 هناك. بعد بعد ورا ورا ورا. بعد ورا. آه يا محمد. يا أنا ما أنبسط. آه يا محمد. واحد اثنين ثلاثة. بل هنا. ها هكذا. أوكي. إذن التحدي الآن هو تحدي الجولف. تعرفين كيف تلعبينها؟ هل يمكن أن تشرح لنا هذه اللعبة؟ هذه من يشرح لنا؟ تفضلي. يلا يلا خذي الأزرق. جولف يعني العصا، الكرات مع العصا. العصا أيوة. بعدين نجيب كرة. نضربها هني هني أو حسبي لإدخال الهدف. وبإدخال الهدف نجمع النقاط. سنبدأ في البداية مع ميورة. تعالي إلى هنا دانيا. صح؟ دارين؟ دارين ولا دارين؟ دارين دارين. أوكي تفضل يا دارين. يلا يا ميورة. عندنا طبعا النقاط من الخلف. من الخلف قليلا. من الخلف عشرة. ارجع 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 شوية. يلا ثلاثة ثلاثة اثنين واحد. يلا 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 من هناك من هناك من هناك. تعالي 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 تعالي. ايوه مني. يلا يلا ابدأي. ثلاث. يلا ايوه. لا ما ثلاث. يلا يلا واحدة ثانية واحدة ثانية. مني مني قدام بعد لي وين؟ انا سأبدأ بالجمع. للحين ولا نقطة. اثنين نقطتين. اثنين. يلا تابعي تابعي يا ميار. ميار ميار صح؟ يلا ابتدى الوقت. يلا يلا يا ميار. ميورة. يلا, يلا ميورة شجعوا ميورة. أسرع أسرع. يلا يلا, يلا بعد واحدة ثانية. تابعي تابعي. ها إيه ثمان كرات ثمان نقاط. يلا, يلا يلا تابعي تابعي. يلا أقوى أقوى أقوى. أوه يلا ميورة يلا. أسرع. ها لا 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 من هناك من هناك من هناك. محمد من المكان الصحيح. يلا تحت. يلا يا ميورة هني. بس 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 هني بس. يلا يلا حقيقة. يلا من هنا من هنا. اوكي يلا يلا بسرعة يلا. بسرعة بسرعة. يلا خذي واحدة ثانية واحدة ثانية بسرعة بسرعة. يلا 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 يلا, يلا. حتى الآن جمعت ميورة معنا تعالي بس عشر نقاط. عشر نقاط. يلا ميورة يلا أسرع أسرع أسرع. يلا أسرع. ركزي. يلا ها يلا واحدة ثانية واحدة ثانية. يلا 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 خمسة. يلا ها لا حاسب ريولت. أوكي يلا أسرع أسرع. هاتش هاتش هاتش. دارين جاهزة؟ إذن يا محمد نذكر الأصدقاء بأننا يومياً موجودون هنا على مسرح الواحة في قطر من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة عصراً. جوائز كثيرة بانتظار الأصدقاء وكلها مقدمة من جهات مختلفة من هنا من قطر مول. وجوائز هذه الفقرة مقدمة من كيدز موندو، من راش، ومن إكستريم لاند. أقرب بعد. يلا 20 ثانية. هل أدخلت أي كرة؟ 10 و8. يلا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انتهى الوقت. إذن ميورة جمعت حتى الآن
33 نقطة. فهل ستستطيع أن تجمع دارين أكثر من هذه أكثر من هذا الرقم؟ لنرى بعد قليل، ولكن بعد العد العكسي. 3 2 1 يلا يا دارين، يلا يلا يا دارين، ركزي يلا دارين. ها حلو، نقطتين. 2 يلا دارين. لا اوكي يلا تابع تابع يلا يا دارين. ضعي ضعي الحقيبة على الأرض، ضعي الحقيبة على الأرض يا دارين. دارين ساعدك، شو ساعدك شوي الحقيبة، ضعي الحقيبة على الأرض. يلا اوب يلا أسرع أسرع أسرع، خلاص العبي يلا العبي الوقت يلا. ها 10 يلا 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 دارين. لا لا اوكي ايوه تابع 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 يا دارين، أسرع أسرع يلا يلا. لا ركزي 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 على الهدف. يلا يا دارين ركزي، شجعوها دارين دارين يلا دارين, دارين. هنا هنا هنا، برافو يا دارين. يلا يا دارين يلا اسرع 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 يا دارين، اسرع اسرع اسرع. ركزي إيه؟ ثمانية ثمانية يلا تابعي، هذه عندي برا. تابعي 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 يا دارين، أقوى 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 أقوى. يلا واحدة ثانية واحدة ثانية. أوه يلا انتبه انتبه. لا قريبة. عشر 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 هناك. خمسة. يلا. برا. إذا ميورا جمعت 33 نقطة. لنرى دارين ما هو المجموع ثمانية الخاص بها. يلا. 20 ثانية. يلا 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 20 ثانية برا. يلا أسرع 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 يلا. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انتهى الوقت. خلاص 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 انتهى الوقت. جمعت معنا في هذا التحدي ميورا جمعت 33 نقطة. حلو. أما دارين فجمعت معنا 43 نقطة، والفائزة معنا هي دارين. ألف مبروك، ولكن الكل معنا فائز يا محمد، الجوائز مقدمة يا دارين. يلا يا ميورة ألف مبروك. الجوائز طبعا مقدمة من كيدز موندو، من راش، ومن اكستريم لاند. ألف مبروك لك يا دارين. يلا حبيبي ميورة. هلا يا حلو ألف مبروك. كيفي معنا الآن هنا؟ خليك أنت معنا. والآن محمد لدينا أكيد أصدقائنا، خلوكم معانا للفقرة الثالثة والأخيرة، ولا تروحون بعيد، إحنا راجعين. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا من جديد في الفقرة الثالثة والأخيرة. أوه شكرا شكرا يا أصدقائنا، طبعا مستمرين معاكم على مسرح واحد قطر مول كل يوم من الساعة 4 لين الساعة 5 طوال أيام عيد الأضحى المبارك، ينعاد علينا وعليكم بألف صحة وعافية. أهلا وسهلا يا ذكي من جديد. أهلا وسهلا بك يا محمد، طبعا حتى الآن التحديات كانت مسلية جدا، ونحن بانتظار الأصدقاء كما قال لكم محمد كل يوم من أيام اليوم. عيد الأضحى المبارك، من اليوم حتى رابع يوم أيام عيد الأضحى المبارك هنا على مسرح الواحة. وصلنا إلى الفقرة الثالثة والأخيرة الآن، وطبعا لدينا تحديات، ولكن في نهاية البرنامج أيضا لدينا توزيع هدايا للجمهور الموجود معنا، والهدايا مقدمة من سي هاوس كافي، من مايورال، من الريان أوتيل، من ستور 974، ومن أديداس، وهي عبارة عن قصائم شرائية قيمة. وأيضا هدايا المشتركين معنا هي مقدمة من كيدز موندو، من راش، ومن اكستريم لاند. وكل هذه الجهات موجودة هنا في قطر مول. جاهزون للتحدي الآن؟ لا 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 لا. جاهزين ولا لا؟ بعد أصدقاء نايمين. لا أعتقد يبانهم يستطيعون. لا لا لا. جاهزين ولا لا؟ الحين الأصدقاء جاهزين وأنا جاهز. أربع أصدقاء الآن، أربع أصدقاء. لنرى من سيكون معنا الآن. الرقم الأول يا محمد. الرقم الأول، بسم الله تفضل. الرقم الأول هو 48. 48. 48. 48 أو 48. الرقم الثاني
الرقم الثاني، الرقم الثاني هو 14 أو 14، 14 أو 14. يلا الرقم الثالث. تفضل. الرقم الثالث هو 65، 65. أهلا أهلا. كم آخر رقم؟ الرقم الرابع والأخير. يلا الأخير طبعا فقط في المسابقات، بعد في هدايا للجمهور. الرقم الأخير هو الرقم كم الرقم؟ واحد. الرقم واحد. إذا لدينا الرقم واحد، الرقم 65، الرقم 48، والرقم 14. أهلا أهلا. كيف الحال؟ بخير. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ تفضل يا ذكي. بخير. أهلا أهلا. من طبق لدينا؟ لدينا الرقم واحد، واحد. من أيضا؟ 48 و 14. يعني الرقم 65 غير موجود. رقم 65 غير موجود. 65، 65. رقم جديد يا محمد. يلا آخر رقم. طبعا نذكر بأن الجمهور معنا سيكون لهم سحب قرعة أيضا في نهاية التحدي الآن. يلا بسم الله. الرقم هو 80. 80. 80. 80. 80. الرقم 80. ها موجود أو موجودة؟ بعد في هدايا حق الجمهور بعد المسابقة. أيوة أهلا وسهلا. موجود. يلا هنتعرف على الأصدقاء. السلام عليكم. عليكم السلام. أخبارك؟ شوي بس خلي تشوف الكاميرا شوية. تعال تعالني تعال تعال شو اسمك؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب. عشت الأسامي عبد الوهاب. عبد الوهاب أنت طبعا مشارك معنا في الفقرة الثالثة والأخيرة. إن شاء الله بتفوز. بفوز. المسابقة أكيد. إن شاء الله. ترى المسابقة يعني أنا قاعد ألاحظ أنها صعبة نوعا ما. وإن شاء الله بتفوز. لا بالنسبة لي سهلة. إن شاء الله يا رب. السلام عليكم. اسمي هو محمد. أهلا بكم في قناة ريان. أهلا أهلا بك يا محمد. وأهلا وسهلا قناة الريان وبرنامج الأصدقاء. يرحب فيك يا محمد. أنا أيضا اسمي محمد. يا محمد أهلا وسهلا. شرفنا يا محمد. بطل. السلام عليكم. السلام عليك. وعليكم السلام. أخبارك؟ الحمد لله. طيب عيدك مبارك. عيدك مبارك. عيدك مبارك. شنو سويت في أول يوم عيد؟ لعبت. لعبت. خذيت عيدية؟ إيه. واليوم بتفوز معنا؟ إيه. إن شاء الله يا رب بالتوفيق يا صديقنا. أهلا وسهلا بالصديق الأخير معنا. ما اسمك؟ يوسف. يوسف أهلا وسهلا بك يا يوسف. كم عمرك يا يوسف؟ 10. ماذا فعلت في اليوم الأول من أيام العيد؟ طلعنا برا. أين ذهبت؟ زيارات للعائلة أم فقط إلى قطر مول؟ حديقة. إلى الحديقة. أي حديقة؟ في هذا الطقس الحار؟ الحمد لله. جميل جدا الطقس. جميل جدا الطقس. جميل. ليس بحار كثيرا صح؟ جميل. تستطيع اللعب في الفارس صح؟ والآن تريد أن تشارك معنا وتفوز؟ إذا لنرى يا محمد الآن التحدي. التحدي الآن هو تحدي صيد الكرات. صيد الكرات سهل. من سيكون معنا؟ سيكون معنا تدري ذكي؟ أنا لقيت الأربعة. الأربعة. الأربعة بيكونوا معنا. يتبادلون الأدوار. أكيد. من معك يا أختار أختار حد. يلا. تعال أنت معنا. وأنت تعال. يلا ثلاثة. أوكي. اثنين. كيف سنلعب هذه اللعبة؟ ستأخذون الإطار كذا ترمونه وتصدون الكرات. بدون الكرات. أوكي. سهل. سهل. يلا ثلاثة. اثنين. واحد. يلا. يلا. دور دور. يلا ركز. يلا بدلوا الأدوار. بدلوا الأدوار. مرة بدلوا مرة الأدوار. واحد واحد. ثنتين ثنتين. لا 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 في داخل في داخل. أيوة. أوكي يلا اسحبهم وعطى عطى. يلا إذا نذكر المشاهدين أو الجمهور الموجود معنا هنا بأننا سنباشر مباشرة بعد هذا التحدي بسحب الكرعة لجوائز الجمهور. يعني اكيد اصدقائنا عقب هذه الفقره المسابقه اللي قاعدين يلعبونها الاصدقاء في هدايا ايضا مخصصه للجمهور. هدايا قيمه طبعا. هدايا مقدمه للجمهور من مايورال، من الريان اوتيل، من ستور 974، ومن سي هاوس كافيه، ومن اديداس ايضا صح. يلا 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 اسرع اسرع اسرع. ايوه شوي 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 شوي. لا تطلع الكره برا. هنا خلف هنا خلف. يلا ايوه ايوه ايوه. يلا يلا تعاونوا تعاونوا مع بعض. ساعدوا بعضيه. يلا اسرع اسرع اسرع. يلا بيفوزون عليكم. يلا قاعد جمعون.
برافو. تابع 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 اسرع اسرع. عبها يلا بسرعه وقطها اعلى. اوكي يلا اي جيبهم جيبهم شوي 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 لا يطلعون. يلا عطى عطى بسرعه بسرعه. يلا اسرع اسرع اسرع. بعض يلا ذكي اكيد احنا طبعا التعاون سبب النجاح. يلا 30 ثانية. طبعا ونذكر بأن جوائز المشتركين معنا هنا مقدمة من كيدز موندو راش ومن اكستريم لاند وكلها جهات وكل هذه الجهات يا محمد موجودة هنا في قطر مول. مول. يلا بسرعة بسرعة. يلا شوي 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 شوي. اوكي خذوا خذوا هذه معاهم اوكي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 واحد انتهى الوقت. خلاص انتهى الوقت. كم كرة لدينا هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 كرات. انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لا 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 فقط الكرات الكبيرة. الكبيرة 1 2 3 4 4 أربعة وفريقي هو الفريق الفائز. اوكي الف مبروك شو بقول لكم يا شباب. هي 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 ولكن اكيد التحديات الف مبروك والكل فايز الف مبروك. تفضل هذه الهدية لك. طبعا الهدايا مقدمة من كيدز موندو راش ومن اكستريم لاند. تفضل يا البطل حياكم من هني. ها تفضل يا عبد الوهاب حياك تفضل. وصلنا الآن إلى هدايا الجمهور. نبدأ بالهدية الأولى أو الجائزة الأولى مقدمة من مايورال. بسم الله. يلا الرقم. الرقم الأول. الرقم الأول هو بسم الله الرقم الأول 46. 46 أو 46. يلا 46 قسيمة شرائية من مايورال. الجائزة الثانية من فندق الريان إقامة لأربع أشخاص. 28 28 28 إقامة في فندق الريان. الرقم الثالث. يلا الرقم الثالث. الهدية التالية هي مقدمة من ستور 974 خصيمة من ستور 974 والرقم هو 34 34 أو 34 34 أو 34. أهلا وسهلا كم رقمك؟ أما الهدية التالية فهي مقدمة من أديداس والرقم هو 76 76 من أديداس 76 من أديداس. أوكي يلا تابع آخر رقم باقي. سي هاوس كافيه. يلا بسم الله. الرقم هو 90 90 الرقم 90 90. أما الجائزة الأخيرة فهي أيضا من مايورال. بسم الله. أما الرقم فهو ما هو الرقم؟ 28. يلا ما هو الرقم؟ 74 إذا نذكر بالأرقام. محمد ساعدني لو سمحت. أوكي نتعرف على الأصدقاء في البداية. 28 تعالي 28 74 90 46 28 28 هنا معنا من الريان فندق الريان. فندق الريان إقامة لأربع أشخاص. 40 تعالي. السلام عليكم. ما هو الرقم؟ اسمك؟ لما. 46 لما لما أنت فزتي معنا في إقامة في فندق الريان لأربع أشخاص. مستانسة؟ احنا فندق الريان مسلم معنا في جائزة برنامج الأصدقاء. اهلا اهلا تفضل. الف مبروك يا لمى. ما هو رقمك؟ ما هو الرقم؟ 74 74 من مايورال. تفضلي. السلام عليكم. الف مبروك. تفضل. ما هو الرقم؟ 76 ماريا. والهدية مقدمة من أديداس. ماريا إذا تبقى لدينا الرقم 34 أو 34 و90 90. ماريا انت فزتي معنا بجائزة من مايورال قيمة 500 ريال قسيمة اوكي؟ ألف مبروك يا ماريا. يلا بسرعة يا محمد. بطل تعال هذه جائزتك تعال خلني أتعرف عليك. السلام عليكم. أخبارك؟ منيح. أنت اليوم فزت معنا بجائزة من وين؟ شو اسمك؟ يلا محمد أسرع. اسمك؟ رقم علي. جديد بدل الأرقام. علي فزت معنا بجائزة من أديداس. يلا محمد بسرعة لو سمحت. يلا. المشاركة الأخيرة علي حلوة. رقم 75 75 75 75. يلا عارفين على اسمك؟ شو اسمك؟ كارمن.
الرقم الأخير كارمن. هو كارمن. أهلا وسهلا، أنت اليوم فزتي معانا في جوائز الجمهور، أنت مستانسة مبسوطة؟ يلا يا محمد حبيبي. ألف محمد مبروك. عزيزي نريد أن ننهي. يلا 92. 92. الرقم 92. أهلا 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 أهلا، تعال تعال. إذا الرقم 75 والرقم 92. وصلنا يا محمد الآن إلى ختام هذه الفقرة، إلى ختام الحلقة الأولى من برنامج الأصدقاء. نلقاكم غدا إن شاء الله في نفس المكان، في واحة، في مسرح الواحة في قطر مول. نلقاكم غدا إن شاء الله. أكيد أصدقائنا خلوكم معنا غدا وأيضا طوال أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة 4 لين الساعة 5. وللمشاركة تعالوا احصلوا على الأرقام الساعة 3. ولا نقدر نقول لكم إلى اللقاء. مع السلامة. مع السلامة.